السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم طلاب الصف الثاني الابتدائي في قناة مينت مينت. الأول اعمل لايك واشترك معايا في القناة عشان تكمل معايا الترم التاني، ولو انت أصلا كملت الترم الأول معايا يبقى أكيد مش محتاج ان انا اقولك الكلام ده، لكن لو انت جديد معايا في القناة هقولك ان انا شرحت الترم الأولاني كله للصف الثاني الابتدائي، ودلوقتي بنشرح الترم الثاني وإن شاء الله مكملينه مع بعض. بس اعمل لايك واشترك في القناة علشان توصلك كل جديد، وعلشان لو القناة لو كبرت جدا 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 إن أنا أديكوا أكتر بإذن الله. الليسون اللي هناخده النهاردة ليسون 3 في يونت 7، وهقول لكم بصراحة الليسون ده تقيل شوية تمام في كلماته، يعني انا استعنت بجوجل عشان اسمع الكلمات كويس، لاني اكتشفت ان الكلمات دي خدناها زمان بنطق غلط، سمعنا الكلمات بنطق غلط، فكان لازم ان انا استعين بجوجل عشان اجيب لكم الكلمات بالنطق الصح للانجليش تمام. فتعالوا اسمعوا معايا الكلمات وهحاول واحده واحده هنسمعها، وانتوا كمان يعني اللي مش هيسمع مني كويس يا ريت يلجا لجوجل ويسمعها، لان هي لازم نسمع ولادنا الكلمات النطق الصح مش الكلمات النطق الغلط تمام. اسم الليسون معايا اصلا جيوغرافي اللي هي الجغرافيا تمام. تعالوا نشوف بقى، هو الليسون ده بيتكلم عن اللاندسكيب، بيتكلم على الحاجات الموجودة وخريطة مصر والكلام ده كله، بيتكلم على كل الحاجات الموجودة في مصر. فتعالوا نتكلم ايه الموجود في مصر. هنمسك اول حاجة خالص اواسز. معلش هوقف بس لحظة، اللي عايز بس يفهم احنا الحصة بتمشي ازاي، احنا بناخد الكلمات المهمة الاول اللي في الحصة اللي في الدرس، وبعد كده بناخد الجزء الجرامر الموجود في الدرس، وبعدين بناخد لو في questions مهم يعني موجود في الدرس بيبقى عايز سؤال كده لازم يبقى حفظ وليه اجابه معينه، فاحنا برضو بناخده. فهي الحصه متقسمه لثلاث اجزاء، نكمل مع بعض بقى. اواسز اللي هي الواحه. ديزرت الكلمه دي بقى انا عايزه اقول لكم ان انا اتفاجئت فيها جدا. كلنا من زمان بنقولها ماونتين اللي هي جبل تمام، طلع في جوجل حاجه تانية خالص، وطبعا جوجل بيبقى اصل الكلمه بتيجي اصل من بق الاجانب تمام. يعني طلع مش اولا نطقها ماونتين زي ما احنا بنقول، هي نطقها ماون، يعني حرف ال a i n ده مش بتنطق تماما، وال o u بتتنطق او ماون يعني جبل تمام. فنطق الماونتن طلعت غلط تماما. اللي مش مصدق كلامي يدخل على جوجل، انا بقول لكم قبل ما اقعد والاول مره تقريبا اعمل كده، لان الكلمات كانت لازم ان انا اسمعها كويس جدا، فلما دخلت سمعت نطق تاني خالص تمام. يبقى عندنا اويسيز، ديزرت، ماون، ليك، سي ليك بحيره، سي بحر. السي طبعا حاجة كبيرة، البحر اكبر من البحيرة، البحيرة بيبقى بحر صغنن خالص، لكن السي بحر كبير جدا. بيرميت، سيتي، الكلمة دي كمان من الكلمات اللي كانت نطقها غلط. اسمعوا بقى الكلمة دي معايا، كلمة مش كنا بنقولها تامبل، لا هي مش تامبل خالص، هي اسمها تامبل اللي ما بتبانش اصلا تمام، يعني ما تامبو. ريفر طبعا عارفين الريفر اللي هو نهر، تامبو اللي هو المعبد اللي كانوا زمان الفراعنه بيعبدوا الهتهم فيها، فنقوله اسمه تامبو. ماء، اويسيس، ديزرت، ليك، ماون، سي، بير، سيتي، تامبو، ريفر. الصفحه الثانيه من الدرس هنكمل الكلمات. Egyptian map. شايف الاس اللي بعد كلمة ايجيبت دي، سوري مش ايجيبشن، ايجيبتس ماب. شايف الاس دي ايجيبت مصر، والابوستروف اس دي اسمها اس الملكية، زي ما عندك في العربي حاجة اسمها ياء الملكية، لا في الانجليش في حاجة اسمها بقى اس الملكية. ايه هي اس الملكية؟ ان انا اكتب مثلا اسم الحاجة اللي بتملك الحاجة دي، مثلا احمد او احمد مثلا وده قلمه، فهقول احمد واحط ابوستروف اس اللي هي دي، وبعدين اقول بني، يعني كده انا عرفت ان ده قلم احمد تمام. هي
هي اسمها اس الملكيه، بس تاني كانت هي الملكيه الحاجه تبقى بتاعتي انا. المهم يعني خليك فينا، اما اجي احط ابوستروف اس واقول اسم الحاجه بتاعتي بعدها، يبقى ده الحاجه دي كده انا عرفت الناس ان دي بتاعتي. فهنا ايجيبت وابوستروف اس وماب، يعني خريطه بس بتاعت مصر. اوكي نكمل مع بعض ونشوف بقى الجمال اللي في الخريطه والكلمات اللي في الخريطه. خريطة مصر طبعا احنا عارفين يعني ايه خريطة. الماب يعني ايه ماب؟ ماب ده عبارة عن رسمة نموذجي بتعبر عن المنطقة، كنا خدناها في العربي. طيب يا ترى خريطة مصر اللي قدامنا دي، وطبعا كنا خدنا كمان الاتجاهات اللي هي نورث شمال، ايست شرق، ويست غرب، ساوث جنوب. تمام، في نورث شمال مصر ايه اللي موجود بقى عندنا؟ نسمع بقى الكلمة دي كويس جدا، المفروض ده اسمه البحر المتوسط. نسمعها مع بعض، ميديتيرانيان سي، والاجانب كمان ما بينطقوش حرف دي فبيقولوها كده ميديتيرانيان سي، ميديتيرانيان سي. تمام، ميديتيرانيان سي ده في شمال مصر او في النورث. تمام، عندي في الايست شرق ريد سي اللي هو البحر الاحمر، لكن ميديتيرانيان سي البحر المتوسط. تمام، وعندي في الويست ديزرت، وعندي كمان الريفر نايل اللي هو نهر النيل. طب تعالوا نشوف الكلمات بقى، هو الايجيبت ماب ديت جايب لي منها كلمات، يلا ناخدها ونعرفها. ماب خريطه، ديفيرن مختلف، فارم لاند، فارم كانت معناها مزرعه، ما نحط جنبها كلمه لاند يبقى اراضي زراعيه، فارم لاند ارض زراعيه، ارض زراعيه. تمام، فارم لاند. ميديتيرانيان سي، ميديتيرانيان سي اللي هو البحر المتوسط. دلتا اللي هي شايفين الجزء بتاع المثلث ده كده، هو ده اللي اسمه الدلتا، دي منطقه يعني. تمام، فارمرز اللي هم الفلاحين، كوتون القطن، هوت حار، ساندونز القضبان الرمليه عباره عن جبال صغيره كده من الرمل. ساندونز بلانس نباتات، بليس مكان، ايجيبت ريفر نايل نهر النيل، ذا ريد سي البحر الاحمر، ريد يعني احمر، فارمينج الزراعة، محطة الاي ان جي. فاكرين الليسن اللي فات خدنا كلمة سويم وقلنا ما نحط لها اي ان جي تبقى سويمنج معناها السباحة، فأي كلمة فيرب يعني فعل وحطيت لها اي ان جي تتحول لنون على طول. تمام، فارمنج هنا الاي ان جي بتاعتها خليتها الزراعة، رايس ارز، ويل قمح، امتي فارغ، انيمالز حيوانات، داتس بلح. تمام، نكمل بيت الكلمات. اوليفز زيتون، جرابس عنب. شبه جزيرة سينا، ساينا بنينسولا، ساينا بنينسولا، ساينا بنينسولا. اوكي، اللي هي شبه جزيرة سينا. فيموس مشهور، بيوتيفول جميل، هاي دام، هاي دام ده السد العالي. السد العالي ده موجود عندنا اتنين سد اصلا، عندنا سد اسوان وسد العالي. السد العالي ده تقريبا في اسوان بالظبط، في محافظة اسوان. السد العالي دوت احنا هو عبارة عن مبنى محطوط في وسط نهر النيل، مبني في نهر النيل علشان يعمل لي كنترول للريفر نايل، يتحكم في مية نهر النيل. تمام، فاسمه هاي دام الكتريستي. في نفس الوقت الهاي دام ده السد العالي كمان بيعمل لي الكتريستي، بيولدوا منه الكهرباء اللي شغاله في مصر كلها، الكتريستي. ميوزيوم خدناها قبل كده، توماتومز، رود طريق، كوفي، فيكس تين، فارم انيمال حيوانات المزرعه، ماون رانج اللي هي سلسلة الجبال. احنا قلنا بقى اسمهاش طلعتش اسمها ماونتين خالص، اسمها ماون رانج. بدوان كالشر، كالشر معناها ثقافة، بدوان اللي هي الثقافة البدوية.
رقص صخور control يتحكم important مهم building يبني أو مباني سوري مباني لو جبنا شلنا ال ing build بقت يبني فعل apples تفاح climbing تسلق fishing الصيد تمام لو شلنا ال ing هيبقى اصطاد أو سمكة تمام طيب بصوا بقى الناس اللي هتقعد تقول ايه كل الكلمات دي كل الكلمات ده الصف الثاني ده صغيرين ده ازاي نحفظهم الكلام ده انا هقول لك حاجه دلوقتي ذاكري له بحيث ان هو ما يشوف الكلمه يقراها كويس جدا ويحفظ على قد ما يقدر تمام بس في الاجازه ما توقفوش الانجليش الانجليش كملوا كل الكلمات شغلوا كل الكلمات اللي فاتت اللي في الترم كله الاول والتاني لكن ما توقفوش الانجليش الانجليش بالذات ما يقفش في الاجازه دي نصيحه للكل الكلمات بتتعاد بس برضو بيتنسي جدا تمام فانتوا دي نصيحه لا الانجليش بالذات العربي اوكي منهج هنخلصه والعربي بيتفهم للولاد عشان هو سهل يعني عشان هو لغتهم تمام لكن الانجليش لا ما ينفعش يتوقف خالص لانه بيتنسي بطريقه فظيعه يعني تمام فدي كلمات الليسون كلمات تقيله شويه بس معلش هنعملها هنحفظها واحده واحده وهتقابلنا دلوقتي في الشرح لاننا هنقرا فقرات طيب تعالوا نشوف الجرامر اللي عندنا النهارده الجرامر اللي عندي النهارده كلمه there is و there are الموضوع سهل قوي فيها there اصلا معناها يوجد في الاثنين يوجد بس الفرق ان دي جاي معاها is ودي جاي معاها are الموضوع سهل فاكر زمان لما كنت بقول لك ان is بتحب المفرد و are بتحب الجمع هو الكلام ده إذ لازم يجي وراها اسم مفرد على طول بس انا عرفت ان زير معناها يوجد فهنا دلوقتي زير از يبقى انا عرفت ان هنا هيجي ورا از دي اسم مفرد عشان از بتحب المفرد زير از ان اويسيس ان ذا ديزرت بما ان جبنا سيره المفرد والجمع فانا عارفه ان ا وان دول كده بيجوا اصلا مع الاسم المفرد طب الفرق بينهم ان ان لازم تيجي يعني مع الكلمه اللي بتبدا بالحروف المتحركه اللي هي الاي والاي والاو والاي واليو كان زمان بيقول لك كلمه ايج مثلا ايج مثلا اللي هي بيضه اولها او اللي بيقول لي دايما هو اول حرف اول حرف عندي اي فلو الاي ديت من الحروف المتحركه اهي موجوده كده تاخد الان طيب ينفع اقول ايجز واخد ان لا ده دول بيجوا بس مع الاسم المفرد فيعني لازم تبقى ايج عشان نقول ان ايج تمام ركز شويه ان وا مع الاسم المفرد بس ما ينفعش تيجي مع اسم جمع والفرق بينهم ان ان لازم بتيجي مع الكلمه اللي اولها حد من الحروف المتحركه اللي هي الاي او اي يو اي فهنا دلوقتي كلمه اواسز اللي هي معناها واحه اولها او الاو اهي من الحروف المتحركه وكمان اسم مفرد واحه تمام فساعتها مش هتنفع تاخد الا عشان ما ينفعش حرفين اصلا متحركين ورا بعض على طول الا والاو حرف متحرك فعشان كده لازم يبقى حاجه فاصل بينهم فحطوا حرف الان فبقت ان there is an oasis ان بتيجي مع اسم مفرد ولازم يبقى قبليه في اول الكلمه اللي بعدها سوري اول حرف فيها حرف متحرك in the desert يبقى انا فهمت من الجملة ان بيقول لك يوجد واحة واحدة بس لانها مفرد في الديزرت في الصحراء نبص اللي بعدها there is كده there is مدام شفت is يبقى انا عرفت ان is بتحب المفرد يعني is هيجي وراها اسم مفرد يبقى اذا لازم هننده لآ او آن تمام there is a pyramid ايه ده صح كده طب ليه بيراميد هرم انا بتكلم عن هرم واحده كنت بتكلم عن الاهرامات او بيراميدز وحط اس الجمع طيب كده اسم مفرد جه بعد اس طب انا جبت اش معنى ما جبتش ان علشان البي اول حرف بيراميد مش من الحروف المتحركه دي فعشان كده مش هنده لان هنده للا there is a pyramid تمام تعال نشوف بقى في الجمع انا عارف وعارف ان ار بتحب الجمع يعني لازم يجي وراها اسم جمع وقلنا زير معناها يوجد there are some ساعتها بقى ما دام جه اسم جمع هنرمي او انا على جنب شويه وننده لام كلمه سم وممكن ما ننده لهاش بس هنا احنا الدرس بتاعنا بيتكلم اصلا على الا والان وسم وزير از وزير ار فسم هنا بيجي وراها اسم جمع there are some away طبعا هنا في غلطه في كلمه اويسز لان هنا المفروض تيجي جمع يعني المفروض مكان الاي
اي وهكتبها لكم اهي وهتظهر لكم على الشاشة دلوقتي. المفروض هتكون او اي اس اي اس عشان تبقى واحات، لكن دي غلطة مطبوعية من الكتاب اكيد. يعني كان تاني بأكد عليكم ان اواسز هي نفس النطق، هتبقى اواسز لكن الجمع هنا في حرف الاي في المفرد والجمع هتبقى او اي اس اي اس. دي حاجة مهمة جدا ويريك كلكم تصلحوها في الكتاب لانها غلطة من الكتاب. There are some permits. شايف بقى هنا، لا هنا الاختلاف واضح قوي. البيرميت فيها هنا دي مفرد ما فيهاش اس، لكن هنا حط لي اس الجمع عشان بيتكلم على مجموعه اهرامات، يبقى انا فهمت. لكن بيرميد وبيرميتس هنا اس اهي، اس الجمع، فحطينا سام، يبقى سام بيجي وراها اسم جمع، there are بيجي وراها اسم جمع، لكن there is الاس بتحب المفرد بيجي وراها اسم مفرد، و او ان بيجي وراها اسم مفرد. عندي مثالين كمان اهو. There is يبقى إذا هيجي وراها اسم مفرد ولازم A أو an، بس هنا اختار لي كلمة تيمبو، تيمبو اللي هي المعبد وأولها حرف T مش من الحروف المتحركة فهختار A. لكن هنا There are some temples. There are بتحب الجمع، يعني لازم يجي وراها اسم جمع، والجمع مش بياخد، ما بينفعش ياخد A ولا an، فبياخد some temples. فبيقول لك هنا نلاحظ إن هي بنستخدم A وan مع المفرد وسام مع الجمع. عرفنا كل الكلام ده. الفقرات دي مهمة شوية ولازم نقرأها، فهقرأها معاكم. هو بمسك كل حاجة في مصر وبيتكلم عليها، كل اريا موجودة في مصر بيتكلم عليها. فهنا أول حاجة بيتكلم عليها نايل دلتا. نايل دلتا اللي هو سيدي المثلث اللي فوق ده، شايفه نايل دلتا. تعالوا نشوف بيقول عليها ايه. نايل دلتا is an area in Egypt، منطقة في مصر، with lots of farmland، يعني فيها فارم لاند اراضي زراعيه، فيها كثيرا من الفارم لاند من الاراضي الزراعيه. تمام. الدلتا از ا بليس وير ذا ريفر انتر ذا سي. الدلتا عباره عن المكان اللي النهر بيدخل فيه على البحر. ايه ده ازاي؟ طب بصي ازاي، تعالى هعرفك برده عشان دي، شايف ده كده، ده كله كده ريفر نايل اللي هو نهر النيل اللي هو ماشي ده كله كده كده، وده الفرعين بتوعه. الفرعين بتوعه دول داخلين بيصبوا هنا في مين؟ عندي فوق هنا الميديتيرانيان سي اللي هو البحر المتوسط. فالفرعين نهر النيل اللي هو النايل ريفر نايل بي مربوط اهو، بدا يتربط بالميديتيرانيان سي اللي هو البحر المتوسط. فعشان كده بيقول لك هو الدلتا دي هي المكان where the river Nile enters the sea، بيدخل في البحر. This makes the land good for farming. الأرض بتاعتها صالحة للزراعة لأن طبعا فيها كده كده river Nile. Farmers grow rice, cotton and wheat. الفلاحين بيزرعوا الرز والقطن والقمح. تمام. نتكلم بقى، يبقى احنا دلوقتي سيبنا النايل دلتا، تعالوا نتكلم بقى على الساينب بنينسولا. بص بقى الساينب بنينسولا اللي هي شبه جزيرة سينا دي هنا بالظبط. تمام. ساينب بنينسولا هنا، تعالوا نشوف ايه اللي بيحصل فيها. ساينب بنينسولا is an area of land with water around most of it. يعني شبه جزيرة سينا هي اصلا البنسولا اللي هي شبه الجزيرة دي عبارة عن ارض كده موجودة والمية في بعض جوانبها. فبص هي موجودة هنا اهي، بص هنا اهو ده الريد سي البحر الاحمر، يعني هو المفروض خليج، بس احنا هو البحر الاحمر هنا وفي مية هنا، في مية هنا ومية هنا. تمام. تحت البحر الاحمر ده اسمه خليج. المهم ادي في مية هنا ومية هنا، فده كده اسمها بنينسولا اللي هو شبه جزيره، ساينا بنينسولا شبه جزيره سينا، يبقى موجوده بين حواليها الووتر. has mediterranean sea in the north and red sea in the earth. بيقول لك ان فيها، وادي كمان فيها ده جزء من الميديتيرانيان سي البحر المتوسط. فبيقول لك ان هي عندها mediterranean sea في النورث في الشمال، و ريد سي ان ساوث والبحر الاحمر في، والريد سي موجود في ساوث يعني في الجنوب.
The cinnamon rouge is very. ايه الكلام الغريب ده؟ الكلام ده مش صح، الكتاب دي غلطة في الكتاب. اسمها the cinnamon range اللي هي قلنا عليها، مع range اللي هي سلسلة الجبال، is very famous اللي هي مشهورة جدا. يعني سلسلة الجبال اللي في سينا اللي هي cinnamon range دي سلسلة مشهورة جدا، عبارة عن كذا جبل جنب بعض. انا عايزة اقول لكم معلومة مهمة جدا، الفيديو ده هو ليسون غريب اصلا. الفيديو ده اتصور كذا مرة، يعني اتصور قد 5 مرات وعشان كده اتأخر في التحميل، وكل مرة صوره كل مرة بمسحه وانا مش واخدة بالي، اكون بعمل حاجة في الموبايل فبمسحه. فيعني واقول لكم دي المرة الاخيرة، لو ما نزلش الليسون ده مش هنزله. يلا نكمل مع بعض. ديزرت، ديزرت للصحراء. تعال نشوف ايه المعلومات اللي بيقولها لنا على الصحراء. ديزرت از هوت، يعني حار جدا. اند امتي، وفارغه. البي هنا ما تتنطقش، امتي وفارغه، يعني ما فيهاش حاجه. فعلا الديزرت ما فيهاش اي حاجه، الصحراء دايما ما فيهاش اي حاجه والصوره واضحه. There are sand dunes. Sand dunes اللي هي القضبان الرملية، اللي هي عبارة عن زي جبال، شبه جبال، مش جبال، ها، شبه جبال صغننة خالص كده، بس بتبقى من الرمال، اللي هي sand dunes. Sand معناها رمال. There are some animals but not lots of any plant. يعني بيوجد فيها بعض الحيوانات لكن مش لكن ما فيش بلانتس كتير، يعني فيها بلانتس معينة هي اللي ممكن تتزرع في الديزرت أصلا. Oasis is a place in the desert with water. الأواسيس دي بقى اللي هي الواحة، عبارة عن place، مكان في الديزرت، موجودة في الديزرت بس فيها water، فيها مية، فده اللي بيخليهم ممكن يعملوا الفارمينج، يعملوا زراعة. People use water to grow. الناس بتستخدم الواتر دي عشان grow، يزرعوا. That's olives, figs and grapes. يعني بيزرعوا اللي هو البلح والزيتون والتين والعنب. عايز اقول لكم يعني مثلا الناس اللي موجودة في الاويسز ما ينفعش يزرعوا الرايس، الرز او الكوتن. ليه؟ لان دول حاجتين بتبقى محتاجين مياه كتير جدا، فما ينفعش يتزرعوا فيه، فبيتزرعوا في الدلتا، دلتا نايل، اللي هي لان هي اللي هي المنطقه اللي بيمر فيها نايل ريفر، علشان بيبقى فيها مياه كتير. لكن الاويسز مهما كانت زراعتها ما ينفعش يتزرع فيها الحاجات اللي محتاجه مياه كتير، لان هي برضو موجوده في الديزرت. They can keep farm animals. هم بيقدروا يربوا الفارم animals اللي هي حيوانات المزرعة، طبعا المشهورة جدا زي الشيب. تمام، الناس اللي هم البدو اللي موجودة في الديزرت ممكن يربوا الشيب في والشيب طبعا يعتبر فارم animals اللي هي حيوانات المزرعة. ناخد بقى الهاي دام. الهاي دام وده جزء كده، عايز اقول لكم الهاي دام عبارة عن اللي هو السد العالي. الهاي دام is very big، ده عبارة عن مبنى كبير جدا موجود في النيل كده بس في أسوان. is very big، كبير جدا. people built، بص طبعا عشان بقول لكم الفيديو ده مشروح قبل كده فمكتوب كل الكلام اللي انا هقوله. built معناها بنى. تمام، built ده بنى، المضارع منها build، يعني build معناها يبني، الماضي منها built بنى. البيبل اللي هم الناس built it، بنوه to control، عشان يتحكموا في النايل ريفر، في مستوى مية نهر النيل. they also use it، هم كمان بيستخدموه to make electricity، عشان يولدوا الكهرباء، او يعني السد العالي اللي هو الهاي دام بيطلع منه كمان electricity. تمام، هنا مديينك الاتجاهات north شمال، east شرق، ساوث جنوب، ويست غرب. وكنت قايله لك برضو في الفيديو اللي اتصور واتمسح ان ده هوم وورك، وحله وبعتهولي على صفحه اسس ببساطه، ولازم تتفرج على الدروس اللي فاتت كويس جدا عشان تمشي معانا بالترتيب. تمام، هناخد ليسون 4 لانه سهل جدا.
هو اسمه The Weather and Temperature، اللي الطقس ودرجة الحرارة. Weather الطقس، Temperature درجة الحرارة. تمام، نشوف كده كلمات خدناها قبل كده واحنا في كيجي. Sunny جاية من sun مشمس، windy رياح، snowing لو شلنا ال ing هتبقى ثلج، يبقى هنا معناها ثليجي او جليدي. foggy ضباب، لما تلاقي الدنيا مغيمه قوي كده وانت مش شايف حاجه. foggy. rainy ممطر. drought معناها جفاف، ولو قلنا جاف بس dry. يمد رطوبه. lining مش اسمها لايتنج، اسمها لايننج، جي اتش تي كله ما بيتنطقش، لايننج برق. ثندر رعد. توداي ايجيبت، كايرو، بورسعيد، وينتر، بارتلي، فلود يعني فيضان، يعني بيبقى نهر النيل زايد، الميه مستوى الميه زايده فيه بيبقى اسمه فيضان فلود، وعشان كده بنوا الهاي دام اللي هو السد العالي علشان خاطر يعمل كنترول في الماي ريفر ويتحكم في ميه النهر وما يخليهاش تعلى قوي، فمثلا تغرق القرى اللي حواليها. والحمد لله يعني ده نعمه من عند ربنا ان ربنا وهب الناس الفكره دي. Yesterday أمس أسوان، منطقة أسوان اللي موجود فيها السد العالي الهاي دام. هرجادة الغردقة. فارمينج الزراعة. سامر صيف. كروبس محاصيل. توب قمة. عندنا التمبريتشر درجة الحرارة كولد، كولد ده يعني بتبقى درجة الحرارة فيها من زيرو لفايف. تمام، سي دي سيلز اللي هي درجة الحرارة. كول لطيف بتبقى من 5 ل 20. وارم دافئ، يبقى درجة الحرارة فيها من 15 ل 20. الكلام ده برضو غلطة من الكتاب. الكول بيبقى مثلا من 20 ل 50، من 20 سوري ل 25، يعني من 20 ل 25 نقول عليهم كول او من، يعني هو عموما درجات الحرارة المفروض درجة الحرارة مثلا الورم الدافئ يبقى عدي 25، من 25 لحد مثلا 27 ده بتبقى درجة حرارة دافية. تمام، بس ده برضو اللي بيحددوا اللي هما العلماء بتوع الطقس مش انا. المهم نحفظ احنا الكلمات، مالناش دعوة بالكلام ده. cold بارد، cool لطيف، warm دافئ، hot حار. عندي سؤال مهم جدا في الدرس اللي هو السؤال what the weather like today، what the weather like today، ماذا الطقس يبدو او الطقس عامل ايه النهارده. What the weather like today، بنجاوب الموضوع سهل خالص، بنقول اتس عشان الويذر اللي هو الطقس، حاجه ما عندهاش عقل فبنقول عليها اتس ونبص عليه. لو هو مثلا مشمس والجو كويس نقول اتس ساني. لو هو مليان ضباب اتس فوجي، اتس راني، اتس ويندي، اتس هوت، اتس وارم لو دافئ. يبقى السؤال المهم اللي عندي في الدرس What the weather like today؟ What the weather like today؟ أنا بسألك النهاردة لو أنت شفت الفيديو، شوف دلوقتي أنا أسألك السؤال ده What the weather like today؟ أنت اللي جاوب بقى في الكومنتات عندي، شوف الجو دلوقتي عامل إيه؟ يا ترى cool ولا cold ولا warm ولا hot؟ هتكتب لي الأول إيتس وتقول لي اللي هو الجو أنت حاسس إن هو الجو عامل إيه النهاردة؟ تمام؟ وده الأسئلة اللي على lesson 4. ويا رب الفيديو ينزل عشان انا تعبت من تصوير الفيديو ده بالذات. تمام، اللي يحل الهوم ورك ممكن يبعتولي على صفحة اسس ببساطة. شكرا ليكم جدا، متنسوش لايك واشتراك للفيديو عشان تكملوا معايا الترم التاني. انا طبعا بقول بسرعة علشان خاطر زهقت من كتر تصوير الفيديو بتاع الليسون 4 ده بالذات، وخصوصا ان هو ليسون كلماته يعني شديدة شوية. شكرا لكم جدا، استنوني ان شاء الله في فيديو جديد من فيديوهات قناة ماينت نشرح فيه منهج كونكت بلاس للصف الثاني الابتدائي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.